السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير، إن شاء الله تكون أموركم طيبة يا رب، ويفتحها ويفرجها على جميع العرب وين ما كانوا وين ما صاروا وين ما كذا. يا جماعة، بهذا الفيديو أنا بدي أحكي عن بدائل لأوروبا. هلأ كل الناس عم بدها تروح على أوروبا، بعرف كل الناس تسألني عن أوروبا، أنا أنطيتكم الطرق اللي توصلوا فيها أوروبا، طرق نظامية، أما عن طريق تأشيرة دراسة، أما عن طريق تأشيرة علاج، أما عن طريق تأشيرة سياحة أو زيارة. أنا أنطيتكم شو الإجراءات والترتيبات اللي أنت تقدر تطلع على أوروبا بطريقة نظامية وطريقة رسمية. هلا في ناس بتقول لي صعبة وما صعبة، أنا أنطيتكم خيارات لدول تقدروا تعيشوا فيها وتقدروا تحصلوا على جنسية، ومن خلال هاي الجنسية أنكم تقدروا توصلوا للاتحاد الأوروبي وتوصلوا أي دولة بالعالم أو تعيشوا حياة مستقرة. أنا بهذا الفيديو يا جماعة راح أحكي لكم عن بلد اسمها مملكة تونغا. مملكة تونغا هاي البلد بالمحيط الهادي، بتقع بين نيوزيلندا وجزر الهاواي، تمام؟ طبعا هاي البلد من اسهل دول العالم اللي بتقدر تحصل على جنسيتها، من اسهل دول العالم اللي انت بتقدر تحصل على جنسيتها. في حال انت حصلت على جنسيتها بتدخل الاتحاد الاوروبي كامل من غير تاشيره، يعني انت بتدخل المانيا وهولندا واسبانيا ونيوزيلندا وبريطانيا وكله بتدخله من غير تاشيره. في حال انت حصلت على جنسيه هاي البلد انت بتقدر تدخل دول العالم من غير تاشيره، 120 دوله تقريبا انت بتقدر تدخلهم، يعني منهم الاتحاد الاوروبي، انا مش متاكد 120 دوله بالضبط، بس منهم دول الاتحاد الاوروبي انت بتدخلهم من غير تاشيره. اسمها مملكه تونغا. هلا هاي الدوله بنقدر نحكي عنها بتاشيره وبدون تاشيره، يعني انت بتقدر توصل لها بدون تاشيره، في طرق توصل لها فيها بدون تاشيره، وفي طريقه اللي انت تقدر تحصل فيها على تاشيره، يعني بتقدر تروحها بدون تاشيره وبتقدر تروحها بتاشيره. هلا في حال انت حصلت على جنسيه الدوله هاي تقدر تدخل الاتحاد الاوروبي كله من غير تاشيره، وهاي الدوله من اسهل دول العالم انك تحصل على جنسيتها باسرع وقت، يعني خلال سنه بتحصل على جنسيتها، خلال سنتين بتقدر تحصل على جنسيتها، حسب الطريقه اللي انت بدك تعمل فيها الجنسيه. فانا راح اكون معكم بفيديوهات ان شاء الله اشرح لكم كيف توصلوها، كيف الطيران اللي بوصلها، كيف تاشيرتها، كيف تاخذها، كيف توصل بدون تاشيره. كل إشي عن تونغا أنا راح أوضح لكم إياه بالفيديو الجاي، لأنه هون الفيديو ما بنطي وقت، بنطي بس 3 دقائق. وبتمنى لكم التوفيق للجميع، السلام عليكم.